الرئيس الصربي يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مطار العاصمة بلغراد في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها. شكري يشدد على الحاجة لالتزام سياسي دولي لتحقيق تقدم في التعامل مع تغير المناخ. انطلاق أعمال الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب. ساعة إخبارية شاملة من قناة النيل، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الصربية بلغراد، حيث استقبله بالمطار نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. وستشهد زيارة الرئيس إلى بلغراد عقد مباحثات مكثفة مع رئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بالإضافة إلى لقاء رئيس البرلمان الصربي لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي. كما سيتخلل الزيارة عدد من الأنشطة المكثفة، وعلى رأسها قيام الرئيس السيسي بإلقاء كلمة في جامعة بلغراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة. وقد شهدت العلاقات المصرية الصربية زخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين البلدين الصديقين. تعطي العلاقات المصرية الصربية مثالا حيا على قيم الصداقة والثقة والاحترام المتبادل لما تحوزه من تقارب في وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق الكبير داخل الهيئات والمنظمات الدولية. ويشهد التعاون الثنائي بين البلدين تطورا ملحوظا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي خلال السنوات الأخيرة، وتتجه مصر وصربيا اللذان تربطهما علاقات سياسية ودبلوماسية متميزة نحو إقامة شراكة استراتيجية بلقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتس، والذي مكن من فتح صفحة جديدة في سجل العلاقات القائمة بين البلدين بما يحفز تطورها النوعي على جميع المستويات. وينطلق محور القاهرة بلغراد نشيطا بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين على مستوى الدبلوماسي، والتي شكلت مناسبة لمناقشة مستقبل العلاقات السياسية المتميزة، وهو تميز ينبغي أن ينعكس على التعاون الاقتصادي، خاصة وأن هناك العديد من أوجه التشابه بين صربيا ومصر، فالبلدان المنخرطان في مسار التنمية مع رؤية واضحة للمستقبل، ملتزمتان أيضا بعمليات حفظ السلم والاستقرار في منطقتهما. كما يعمل الطرفان على دعم التعاون البرلماني بهدف استكشاف الممارسة التشريعية وتبادل التجارب في إطار الأنشطة البرلمانية الدولية الشاملة. ورغم التطور المستمر للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، تبقى التجارة البينية بين البلدين دون مستوى العلاقات السياسية الممتازة، وكذا الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يحظى بها البلدان. واليوم تدخل العلاقات بين القاهرة وبلغراد مرحلة جديدة من تكثيف التعاون على المستويات كافة من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين، وجعلها نموذجا يحتذى به للتعاون الناجح بين دولتين على جميع المستويات. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيرة السفير، كيف تنظر لزيارة الرئيس السيسي الرسمية الأولى لصربيا ودلالتها وأهميتها ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة؟ يعني أعتقد أنها يعني أنا بعتبرها زيارة في غاية الأهمية، زيارة بتأتي في إطار العلاقات المتميزة التي سبق وأن ربطت يوغوسلافيا سابقا وصربيا، كانت من أقوى وأكبر المكونات في يوغوسلافيا سابقا مع مصر. والسيد الرئيس عندما يزور صربيا ينزل في عاصمة صربيا بلغراد، وبلغراد كانت ترمز في يوم ما كما رمزت القاهرة ونيودلهي إلى قوة كبيرة في المساحة الدولية وفي النظام الدولي، قوة دول عدم الانحياز والحياد الإيجابي.
زيارة السيد الرئيس اليوم لصربيا تفتح من جديد الطريق أمام تعزيز العلاقات المصرية الصربية. صربيا حكومة وشعبا يكونون كل التقدير والاحترام والمواد تجاه مصر حكومة وشعبا للمواقف التي اتخذتها مصر خلال الحرب التي شهدتها، الحرب ما يعرف باسم الحرب العثمانية تسعينيات من القرن الماضي، والموقف الرصين والراشد التي اتخذته مصر آنذاك. وبالتالي اليوم في زيارة السيد الرئيس والكلمة التي سيلقيها من المنتظر أن يلقيها السيد الرئيس، أعتقد أن يوغوسلافيا تنتظر الاستماع إلى هذه الكلمة لما فيها من خريطة صديق ليس فقط للعلاقات بين مصر وصربيا، وإنما أيضا بين صربيا وسائر دول الشرق الأوسط والعالم العربي. لا شك أنه من مصلحة كل من صربيا ومصر أن يقوموا بتعزيز العلاقات بينهم. فصربيا قوة مؤثرة ليس فقط في البلقان وإنما في جنوب أوروبا، وكذلك مصر قوة مؤثرة في جوارها الجغرافي وفي المتوسط. نعم. وهناك مصالح مشتركة بين البلدين، وأعتقد أنه المباحثات التي سيجريها السيد الرئيس مع كبار القادة الصربيين ستتناول ليس فقط مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين من العسكري إلى الاقتصادي إلى الاستثماري، إنما أيضا التنسيق والتشاور حول القضايا التي تهم كل من أمن صربيا وأمن القومي المصري. نعم، طب يعني سيارة سفير في إطار الزيارات المكوكية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف تنظر للسياسة الخارجية المصرية للتأكيد على دور مصر الإقليمي والدولي الفاعل؟ يعني أعتقد حضرتك أنه السياسة الخارجية المصرية نشطة للغاية، بتتحرك على جميع المحاور، منفتحة على جميع القارات، تعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا والخليج والبحر الأحمر. السياسة الخارجية المصرية اكتسبت ثقة كبيرة في أنحاء العالم، وتجسد ذلك في 2016 عندما تم انتخاب مصر لتشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن. انعكس ذلك حضرتك عندما تم انتخاب مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي، عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019-2020. أعتقد أنه العالم أجمع شرقا وغربا شمالا وجنوبا، قوى كبرى وقوى متوسطة ودول نامية، بتثق في السياسة الخارجية المصرية، لأنها سياسة حضرتك بتستلهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعمل في إطار الجهود الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم. نعم، أشكرك سيادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.
السيسي قد غادر اليوم العاصمة الألمانية برلين بعد زيارة رسمية استمرت على مدى يومين. التقى الرئيس السيسي خلال الزيارة بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولز وعدد من كبار المسؤولين الألمان. كما شارك الرئيس السيسي والمستشار الألماني في حوار بيترسبورغ للمناخ الذي يعد أحد المحطات الهامة قبل انعقاد الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. وفي ختام زيارته لألمانيا التقى الرئيس السيسي وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، وأكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. من جانبها رحبت بيربوك بزيارة الرئيس السيسي إلى برلين مؤكدة أنها ستسهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، مشيدة بجهود الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلادها لتلك الجهود. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن حوار بيترسبورغ للمناخ شهد مناقشات معمقة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، ومن بينها الحفاظ على درجات حرارة الأرض وضرورة تقديم الدعم اللازم للمجتمعات العرضة للتأثر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظرته الألمانية بيربوك. بالفعل كان هناك مناقشة متعمقة في برلين، والرئيس السيسي استمع إلى الآراء المتعلقة بالقضايا محل الاهتمام في جدول الأعمال، وأيضا القضايا المتعلقة بالتنوع والتحول والذي يتطلب منا أن نحقق تقدم ملحوظ في شرم الشيخ. القضايا الرئيسية واضحة ومحددة، يجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكيف مع تغير المناخ والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ، وأن يكون هناك الدعم اللازم للمجتمعات العرضة للتضرر والقابلة للتأثر بهذه الظاهرة، والأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول. كما أشرنا من قبل لأكثر من مرة، يجب أن نبدأ التنفيذ فورا ونحقق تقدم كبير في هذه القضايا، وألا نترك أحد يتخلف عن الركب، وأن نستغل كل فرصة متاحة لأن نظهر الإرادة اللازمة للوصول إلى تسوية. وأشار شكري إلى أن العالم يواجه حاليا العديد من التحديات والمخاطر المترتبة على تغير المناخ، مشددا على ضرورة التزام القيادات السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة على أرض الواقع لمواجهة التغير المناخي وآثاره. نحن نواجه تحديات عالمية اليوم ومخاطر العودة مرة أخرى إلى اضطرابات في البيئة، انعدام في الأمن الغذائي لم يتم حلها بعد. كل هذه النتائج تأتي في تقارير الدولية والتي تطالب بإجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات الموضوعة في هذا الصدد. هناك حاجة للالتزام السياسي لتحقيق مزيد من التقدم للتعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية، وهذا بالفعل هو جوهر عملنا، وعلينا أن نتحرك فورا عبر مفاوضات المناخ، وألا يكون هناك إمكانية لترك أي دول من حيث النمو، الدول الأقل من حيث النمو والدول النامية، وضرورة أن نتحرك جميعا بناء على مبادئ اتفاق باريس، وأن يكون هناك فهم واضح للقدرات المختلفة والمسؤوليات والاحتياجات وأهمية التحرك في هذا التحول. كما وجه وزير الخارجية الشكر لألمانيا لالتزامها بالإجراءات الخاصة بالمناخ، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع ألمانيا للوصول لنجاح في تنظيم مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ. مرة أخرى أود أن أتقدم بالشكر لألمانيا على التزامها للإجراءات الخاصة بالمناخ والنجاح بشكل متكرر في الحوارات المستمرة، ونتطلع للتعاون مع ألمانيا للوصول إلى نجاح في تنظيم مؤتمر الأطراف 27 وأن ننجح سويا في هذا. يمكننا أن ننجح سويا
أو من سوء الحظ أن نفشل سويا، وذلك ليس خيار أمامنا. علينا أن نعزز العمل الجماعي، الإرادة السياسية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال المستقبلية للعمل بشكل فعال على تنفيذ التزاماتنا، وأن نعمل على زيادة تطلعاتنا والتعامل مع هذا التحدي الملح بطريقة فعالة، والحفاظ على الأهداف التنموية للبشرية بشكل عام. من جانبها، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن العديد من الدول أبدت استعدادها لتقديم التمويل اللازم لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، إلا أنها أكدت أن الأمر لا يقف عند التمويل، وإنما يجب اتخاذ إجراءات ملموسة للوصول إلى درجة اعتدال مناخي جيدة للحفاظ على كافة مظاهر الحياة. بالنسبة لمسألة التمويل، فهناك كثير جدا من الدول التي تستطيع أن تقدم والتي أبدت استعدادها لتقديم المعونة للتغلب على المشكلات المناخية والآثار المناخية السلبية التي تمقلت عن ارتفاع درجة الحرارة. ولكن الموضوع ليس هو تقديم المزيد من التمويل المالي في مقابل التنازل أو الرجوع بالخطوات للوراء في مسألة تحقيق التعادل المناخي، وبالتالي فإننا لن أستطيع أن نقدم تعويضات مالية أو موارد مالية أكثر في مقابل التنازل عن الأهداف التي حددناها مسبقا بالوصول إلى درجة اعتدال مناخي جيدة. لكن الأموال وحدها ليست كافية وغير كافية للحفاظ على المساكن على سبيل المثال، الحفاظ على الحياة وللحفاظ على الزراعة وللحفاظ على كافة مظاهر الحياة. كانت قد انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني من حوار بطرسبرغ للمناخ بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وعلى هامش حوار بطرسبرغ للمناخ، التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التقى بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري. انطلقت أعمال الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. ومن المقرر أن يستعرض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات للحوار الوطني وجهات التقدم بها، وستتم كذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته. هذا ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني. ومعنا هاتفيا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب مراسل النيل عمر حمزة. عمر، كيف تتابع أعمال الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني؟ بالفعل هذه الجلسة التي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب هي استكمال لجلسات مجلس الأمناء لتنظيم عملية الحوار الوطني برمتها من حيث مواعيد الجلسات والشخصيات المشاركة وتحديد القوى السياسية المتنوعة المشاركة. هذه الجلسة هي جلسة تنظيمية، والهدف منها تحديد المحاور الخاصة بالحوار التي تتركز في محاور رئيسية ثلاثة، وهي المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور الاجتماعي. إلى جانب ذلك صديقي، الاتفاق على الشخصيات العامة المشاركة في الحوار من القوى السياسية. والجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أصدر من قبل قرار بالإجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني والتي جاءت في 25 من أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس. وتنعقد الآن الجلسة وفي انتظار عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج هذه الجلسة، وسنرافقكم طبعا في نشرات إخبارية أو في خدمات إخبارية قادمة بنتائج المؤتمر الصحفي. إليك زميلي. أشكرك زميل عمر حمزة مراسل نيل، كنت معنا هاتفيا من الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحصر كل الأراضي المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة حتى يتم البدء في البناء عليها، فضلا عن البدء في الإخلاء للمناطق غير المخططة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200,000 وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث أشار رئيس الوزراء إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، مؤكدا الاستمرار في تطوير المناطق غير المخططة. أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون السبت الموافق 23 من يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 من يوليو. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها. من جانبها أكدت وزارة الصحة استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعي وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لهم. أدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات، وأعرب الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط. حالة من الاطمئنان والهدوء سادت أجواء امتحاني الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة لشعبة الرياضيات، حيث أشاد الطلاب بمستوى الامتحان مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط. الامتحان هي مسأله سهلة، هو بس مسأله طويلة بس هي سهلة مش أكتر. جات لنا من المنهج تمام، بس مش فيش أي حاجة يعني جات من بره المنهج غير حاجات قليلة قوي كانت محتاجة بس شوية تفكير مش أكتر. امتحان مش صعب، هو فوق المتوسط بس هو كان محتاج وقت طويل، يعني هو كان محتاج وقت أكتر يعني حبة حلوين من اللي كانوا موجودين، يعني ساعتين مش كفاية خالص، على الأقل ساعتين ونص. وعلى الرغم من إشادة الكثير إلى أن البعض يرى أن الامتحان كان صعبا ويحتاج إلى المزيد من الوقت. الامتحان كان صعب، صعب وكان محتاج وقت كتير، يعني الوقت ما كفاش خالص. لا هو جه من جوه المنهج بس الأسئلة صعبة، وجه من بره وقت المفاهيم، ورا المفاهيم مالهاش لازمة أصلا، محطوط في حاجات كتير قوي بس مالهاش لازمة جاي من براها. هو المتوسط بتاع 5 أسئلة كده بس، الباقي يا متوسط يا سهل بس. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ أكثر من 700,992 طالبا للشعبتين العلمية والأدبية داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات. وسط إجراءات احترازية أدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الجبر والهندسة الفراغية وسط تباين لمستوى الامتحانات. محمد الخطيب، النيل. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان خروج 16 مصابا من مستشفى ملوي العام بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة إثر إصابتهم في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من محافظة المنيا. وأشار عبد الغفار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 آخرين، مؤكدا رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا والمحافظات المجاورة. كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان قد أعلن أن الوزارة دفعت ب28 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث. شدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باش آغا على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع السياسي وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية. جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وأكد الجانبان دعمهما لجميع المسارات التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأهمها تنفيذ جميع مهام ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لرفض الحوثيين الاقتراح الأخير الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ بشأن إعادة فتح الطريق البري لا سيما حول تعز. وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن إعادة فتح الطرق هو عنصر إنساني حاسم
في الهدنة إلى جانب السماح بعبور شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. ويحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر وقبول اقتراح جروندبرغ، حيث دعا جميع الأطراف إلى قبول تمديد إضافي للهدنة لمدة 6 أشهر إلى ما بعد 2 أغسطس. كافح رجال الإطفاء لاحتواء عدد من الحرائق في مدينة أوديسا الأوكرانية في أعقاب هجوم صاروخي روسي على المدينة أصيب فيه ما لا يقل عن 4 أشخاص. في أعقاب هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية تسبب في إصابة ما لا يقل عن 4 أشخاص، قتل رجال الإطفاء لاحتواء عدد من الحرائق. وتقول أوكرانيا إن القوات الروسية كثفت ضربات بعيدة المدى على أهداف بعيدة عن الجبهة، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، فيما تقول موسكو إنها تقصف أهدافا عسكرية. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 3000 صاروخ كروز وقذائف مدفعية لا تحصى خلال الصراع الذي استمر 5 أشهر. وخلال عطلة نهاية الأسبوع أوقف زيلينسكي رئيس الأمن والمدعي العام في البلاد قائلا إنهم فشلوا في تطهير منظماتهم من الجواسيس الروس على حد تعبيره. خبر واحد أكثر أهمية فيما يتعلق بجهاز الأمن في أوكرانيا، تجري حاليا مراجعة للأفراد في دائرة الأمن ويجري النظر في مسألة إقالة 28 مسؤولا من مستويات مختلفة وفي اتجاهات مختلفة، ولكن الأسباب هي أن أدائهم الوظيفي غير مرضٍ. قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني إن أنظمة الصواريخ بعيدة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة تعمل على استقرار الوضع من خلال الضربات الكبيرة على نقاط قيادة العدو والذخيرة ومستودعات تخزين الوقود. وأمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الجنرالات بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ طويلة المدى والمدفعية الأوكرانية بعد الضربات على خطوط الإمداد الروسية. تزامنا أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك أن قواتها مدعومة بالجيش الروسي بدأت عملية هجومية لتدمير تحصينات الجيش الأوكراني في مدينتي أفيديفيكا ومارينيكا من الأهالي لاستخدامهم كدروع بشرية. وفي سياق آخر قال أليكسي كوتسروبينيكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بجمهورية دونيتسك إن مزاعم مقتل 300 شخص في الانفجار الذي وقع في مسرح ماريبول للدراما لا أساس له من الصحة، موضحا أنها أنباء مزيفة ومجرد شائعات، مضيفا أن بعد عمليات البحث والتحقيق تم العثور على رفات 14 قتيلا فقط. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الشامل والدائم بدعم انتصار أوكرانيا. جاء ذلك خلال لقائه مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في العاصمة واشنطن. وأكد الوزير مجددا أن الولايات المتحدة ستظل تكرس جهودها لمساعدة شعب أوكرانيا على التعافي وإعادة البناء من الدمار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن وزيلينسكا تحدثا بشأن التكاليف البشرية الهائلة والمتنامية للعملية الروسية. وفي أخبارنا نتابع بعد قليل، الهيئة الوطنية للإعلام تنظم ورشة عمل للعاملين بمسبيرو للتوعية بمخاطر الكثافة السكانية. وهذه باقة من مستجدات أخبار عالم المال والأعمال بصحبة الزميل محمد عبد الحكم. شكرا أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع 1.87% بدعم من مشتريات المصريين والعرب. وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العربي
والأفراد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.6 مليار جنيه، ليصل المستوى إلى 611.5 مليار جنيه وسط تداولات إجمالية بلغت نحو 2.8 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيكس 30 بنسبة 1.8%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 1.7%. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجها بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة لعدد من المشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر، بالإضافة لترجمتها لعقود فعلية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية. وتناول المهندس يحيى زكي موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، كما بحث الموقف الحالي لإصدار تراخيص نشاط تموين السفن ومتابعة الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات بمنطقة شرق بورسعيد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية بالمنطقة الغربية بمدينة العالمين الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية بها. وخلال اجتماع عقده لاستعراض المخططات الخاصة باستغلال الأراضي بالمنطقة الشاطئية بالعالمين، لفت مدبولي إلى أهمية أن يكون هناك إدارة مثلى لما سيتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، وأن يكون تشغيل تلك المشروعات من خلال شركات عالمية متخصصة. وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرض بقيمة 271 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر، دعما للجهود المبذولة للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية على الاقتصاد المحلي. وذكر البنك أن البرنامج يشتمل على مكونين رئيسيين هما دعم استجابة الأمن الغذائي وبناء القطاع الخاص والمرونة المالية، ويسعى المكون الأول إلى زيادة الإنتاجية الزراعية الوطنية والتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي للأشخاص الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، بينما سيساعد المكون الآخر في تعزيز دور القطاع الخاص في مصر والمرونة المالية. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع مدير مكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي سبل تعزيز الاستثمار في سلاسل قيمة الثروة الحيوانية الإقليمية. واستعرض القصير خلال اللقاء تجربة مصر في مجال الثروة الحيوانية وتجميع الألبان، وأيضا مشروعات الثروة السمكية التي وضعت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والسادس عالميا في الاستزراع السمكية. كما استعرض وزير الزراعة المشروعات القومية للدولة المصرية والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، ومنها المشروع القومي للبتلو ومشروع المليون رأس ماشية. نظم مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمركز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل لبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مقترح مشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر. تأتي ورشة العمل في إطار استعدادات الوزارة والجهات التابعة لها لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيسهم إطلاق تلك المنصة في الترويج للتجربة المصرية في التعامل مع المخلفات الصناعية من خلال إعادة إنتاجها. أعلنت المؤسسة الليبية للنفط استئناف تصدير النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية. وأوضحت المؤسسة أن البواخر ستصل تباعا إلى موانئ التصدير، حيث من المقرر أن تصل الأربعاء ناقلة نفط إلى ميناء الزويتنة لتحميل مليون برميل من النفط، كما سيتم وصول ناقلة إلى ميناء السدرة اليوم. فضلا عن ذلك ستصل ناقلتان لميناء رأس لانوف غدا وبعد غد. أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية اليوم التوسع
توسع تحالفها الاستراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدانوك وتفقد مجالات جديدة منها إمداد فرنسا بوقود الديزل من الإمارات. وتتزامن الصفقة مع زيارات لباريس يقوم بها الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات هذا الأسبوع، في حين تتطلع فرنسا لتنويع مصادر الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. واتفقت الإمارات وفرنسا بالفعل على إقامة شراكة لتحديد مشروعات الاستثمار المشتركة في البلدين أو أي مكان آخر في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والطاقة النووية. في أسواق النقد الأجنبي سجل سعر صرف الروبل الروسي أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ الخامس من يوليو الجاري. وذكرت بورصة موسكو أن سعر صرف الدولار تراجع إلى 55.50 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 56.52 روبل. وقال خبراء روس إن الارتفاع الأخير للروبل يرتبط ببداية الفترة الضريبية في روسيا. وفي هذا الوقت ترتفع العملة الروسية بشكل تقليدي، كما أن أسعار النفط المرتفعة تدعم الروبل حاليا. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلي أحمد فؤاد. إليك أحمد. شكرا لك محمد. نظمت الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ورشة عمل للعاملين بمسبير، وتستمر لثلاثة أيام لتوعية بمخاطر الكثافة السكانية. القضية السكانية أصبحت على رأس أولويات القيادة السياسية، فهي عقبة رئيسية أمام مجهود التنمية في العديد من المجالات، والإعلام له دور كبير في حل هذه القضية. لذا نظمت الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ورشة عمل للعاملين بمسبيرو لطرح أفكار وبرامج لحل هذه الأزمة. من خلال هذا البروتوكول بيتم دعم القضايا اللي المجلس مهتم بها. حضرتك تعلمي أن قضية الزيادة السكانية قضية هامة جدا، وإحنا كهيئة وطنية للإعلام لنا دور كبير جدا. ما يقوم به معهد الإذاعة والتلفزيون الآن هو بناء القدرات للإعلاميين في مجال أن يبقى عندي إعلامي منتمي، عنده وعي، قادر على أن يكون شخص صانع رسالة إعلامية تحقق التأثير المطلوب. المحرك الأساسي والأول والأهم في تغيير نظرة الناس تجاه كثرة الإنجاب هو الإعلام. الإعلام هو متاح وإن الجميع بيتعامل معاه يوميا، تلفزيون، راديو، محطات الأغاني، محطات القرآن. وتهدف الورشة إلى تكثيف دور الإعلام والحملات التوعوية التي من شأنها توعية المواطن بعواقب كثرة الإنجاب في توفير حياة مستقرة وآمنة للأطفال. الأولاد ليها حقوق، فلازم نعرفها، فلازم التوعية بحقوق الأطفال، حقوق الأطفال في التربية، في التعليم، في الغذاء، في حاجات كتير جدا، فده مهم. طلب مني كل سنة للمواليد فقط من ناحية السكان للصحة بقى 1.5 مليار دولار. طيب محتاجين قد ايه في الفصول، محتاجين قد ايه فرص عمل، محتاجين قد ايه سكن. احنا النهارده مش بتتكلمي على قضيه الزياده السكانيه بس كعدد، انت بتتكلمي على جوده حياه. وتهدد مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في مصر الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي. الزيادة السكانية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، فكل عام تتزايد بنحو 2 مليون نسمة أو أكثر، وهو استنزاف مستمر يبتلع كل مكاسب التنمية الاقتصادية أولا بأول. كيف تتوقف هذه الظاهرة؟ هذا هو السؤال ما زال يبحث عن حلول مبتكرة. بسمة الشاعر، النيل. وفي متابعتنا بعد قليل، محافظة القاهرة تستعد لمؤتمر المناخ بإطلاق مشروع كايرو بايك لتقليل الانبعاثات الضارة. بدأت محافظة القاهرة في إقامة 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين التحرير ومحمد فريد وعبد المنعم رياض وشارع علي الفلكي وعبد الخالق ثروت، استعدادا لبدء التشغيل التجريبي ضمن الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع. وقال محافظ القاهرة إن هذا المشروع يأتي متواكبا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث تسعى المحافظة إلى دعم تكامل
وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات في إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك في تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدمنهور وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على مرافقه ومنشآته والرعاية المتقدمة للنزلاء والبرامج التأهيلية داخله لإصلاح وتأهيل النزلاء بهدف دمجهم في المجتمع وفقا لمعايير حقوق الإنسان التي تمت مراعاتها. شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة كبيرة على المستويين الإنشائي والتأهيلي للنزلاء لتتماشى مع سياسة الدولة نحو التطوير وتوفير سبل الرعاية التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرارا لسلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء. فقد قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مركز إصلاح وتأهيل دمنهور الجديد الذي تم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية في مجال السياسة العقابية. بدأت الجولة بتفقد الوفد لأماكن زيارة النزلاء وحرص على الحديث مع النزلاء وزويهم للتعرف على أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم داخل المركز. وفي المركز الطبي المتطور تجول وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل العيادات الطبية المجهزة بكافة التقنيات الحديثة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات. فلسفة الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي بتتبعها وزارة الداخلية فيها طفرة نوعية من حيث الإمكانيات اللي موجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، زائد السياسة نفسها من حيث تدريب العنصر البشري والاهتمام بالنزلاء في أنه يتم تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الخدمات الرعاية الصحية. وانتقل الوفد إلى أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية، حيث حرصت الوزارة على تطبيق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم من خلال ندوات تثقيفية ودروس دينية، مع الاهتمام بالجوانب التعليمية ومحو الأمية، إضافة إلى مكتبة تزخر بالعديد من الكتب المتنوعة في مختلف التخصصات. عمليات التأهيل وعمليات التعليم المستمرة خاصة في الورش أو محو الأمية ده أصبح إطار من الإطارات الرئيسية اللي بتسعى إليها وزارة الداخلية في الوقت الراهن، وعملية تأهيل مستمرة بحيث إن احنا نضمن أن هؤلاء النزلاء بعد خروجهم من تقضية فترة العقوبة أنهم يكونوا صالحين للاندماج في المجتمع. استحداث دور العبادة الدينية للمسيحيين، يبقى في كنيسة داخل المؤسسة العقابية أو مركز الإصلاح، فده شيء متطور. وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعليم القرناء وفكرة أن الشخص اللي هو حاصل على مؤهل هو بيعلم بقية زمايله. كما تابع الوفد أساليب تأهيل النزلاء مهنيا من خلال فصول تعليم الحرف اليدوية وأماكن ممارسة الهوايات كالرسم والموسيقى، وشهد جانبا من المنتجات التي قام النزلاء بإعدادها. هناك تغير تماما في حقوق النزلاء، وهذا بمثابة ما أراده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا تطبيق المواثيق الدولية. من أراد أن يرى بفم العين فليأتي إلى مراكز التأهيل. زيارة اليوم بتؤكد على أن هناك تطور كبير في قطاع الحماية المجتمعية، هذا القطاع الذي يدشن كل فترة مركز إصلاح وتأهيل جديد. اليوم في دمنهور أعتقد أن احنا شاهدنا تطور آخر ونقلة نوعية جديدة. الزيارة المتعددة التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل تثبت مدى ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات لوجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع.
وختاما لهذه الساعة الإخبارية تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس الصربي يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مطار العاصمة بلغراد في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها. شكري يشدد على الحاجة لالتزام سياسي دولي لتحقيق تقدم في التعامل مع تغير المناخ. انطلاق أعمال الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت معي.eg. إلى اللقاء.